مرحبا جميعا. اليوم رح نشرح بمادة انجليزي استدراكي باليونت 5 صفحة 31 اللي هي قاعدة الساعة، ان كيف انا اقرأ الساعة. في طريقتين اللي هي الرسمية وغير الرسمية. الرسمية اني اذكر الدقائق اول بعدين بذكر الساعة، بغير الرسمية بذكر بالأول الساعة بعدين الدقائق. في شغلة قبل ما نبلش، إنه لازم نعرف إنه إذا كانت الساعة بالضبط بالدقيقة، ما فيها لا إلا دقيقة مثلا ولا ودقيقة، هي بالضبط هالقد. لو بدي احكي انه الساعة 2 مثلا، بحكي it's 2 o'clock. الاوكلوك هون بس بتنضاف لما انا بدي احكي انها بالدقيقة، هيك لا الا ولا و. تاني شغلة اللي هي it's، لما بدي احكي انه الساعة 2:30 فبحكي it's 2:30. هلا بعد هدول المثالين حنبلش نعرف او نميز بين الطريقة الرسمية والطريقة غير الرسمية. لما بدي احكي انه الساعة 2:05 مثلا، بالطريقة غير الرسمية رح تكون it's 2:05، 2:05 زي ما بنحكيها بالعربي، الساعة أول بعدين الدقائق. هلا لما أنا بدي أحكيها بالطريقة الرسمية فرح أحكي it's 5 after 2، حكيت الدقائق أول بعدين الساعة. هلا after هون بتيجي بمعنى و، أو هي 5 دقائق بعد، after بمعنى بعد، 5 دقائق بعد الثانية. تمام. هلا ممكن بدل ما استعمل after استعمل past، past بمعنى بعد، فبقرأها it's 5 past 2، 5 دقائق او 5 بعد الثانية. هلا الساعة عندي 3 إلا ربع أو إلا تلت، سوري إلا تلت، فهي لما بدي أقرأها بال غير الرسمي رح تكون it's 2:40، الثانية 40 دقيقة. لما بدي أقرأها بالرسمي مش رح احكي 40، رح احكي it's 20 to 3، هون بمعنى انه 20 دقيقة حتى الثالثة، يعني هي 20 دقيقة to الا او قبل، فهون 20 to 3. التو حكينا، نرجع نعيد، التو بمعنى الا او قبل، 20 دقيقة قبل الثالثة. تمام. في كمان مثال عنا اللي هي الساعة هنا 2:15، 2:15 دقيقة يعني. فكيف بقرأها؟ بحكي it's 2:15. هلا it's 2:15 هون بالطريقة الغير الرسمية. لما أحكي الساعة 2:15 بالطريقة الرسمية، أو 2:15 دقيقة بالطريقة الرسمية، رح تكون it's quarter after 2. quarter هون معنى ربع، بمعنى ربع. after بعد، فهي حتكون ربع بعد الثانية. الساعة